نحن رايحين لفرنسا، هذه الفقرة إن شاء الله سنستكمل مع لا ميسيون وتعني المهمة. طبعا رأينا فيما سبق بأن المديرة مدام بوغراب كلفت السيد سيباستيان كي يستقبل في المطار ابن مدير شركة سوزوكي كوربوريشن، وفي المطار بدل أن يلتقي بابن المدير هو يلتقي مادموزيل سوزوكي. هذه الفقرة سيباستيان سيأخذ مادموزيل سوزوكي إلى مكان إقامتها، وسيدور بينهما الحوار التالي: مادموزيل سوزوكي، لوتيل سيتوي دون كيل أرونديسمون؟ لوتيل سيتوي، الفندق يقع. لو فيرب سيتوي يعني يقع. أحيانا نتحدث عن لو فيرب سيتوي كما لو نتكلم عن تموقع. هنا عندنا لو فيرب سيتوي، إذا لوتيل إي سيتوي، لوتيل إي سيتوي، الفندق يقع، الفندق هو ذاته يقع. دون كيل أرونديسمون؟ في أي دائرة؟ في أي دائرة؟ لوتيل تتموقع في أي دائرة؟ الفندق يتموقع في أي دائرة؟ لوتيل إي سيتوي دون كيل أرونديسمون؟ يجيب سيباستيان: إلي دون لويتيان، هو في الثامنة. المقصود هو في الدائرة الثامنة. المقصود هو في الدائرة الثامنة. إلي دون لويتيام أغونديسمون. طبعا مادام أن كلمة أغونديسمون ذكرت من قبل مادموزيل سوزوكي، إذن هو لا يحتاج إعادتها. إلي دون لويتيام، هو في الثامنة. إلي تخي بيان بلاسي، إلي تخي بيان بلاسي، هو جيدا مموضع كما نقول. إلي تخي بيان كما نقول هو جيدا بلاسي مموضع. نتكلم على بلاس يعني الموضع أو الساحة، نسميها لا بلاس. نتكلم احيانا على لو فيغ بلاسي، احيانا نتكلم على لو فيغ سو بلاسي، يعني انك تتموضع، تغير مكانك بمكان اخر. اذا نتكلم عن سو بلاسي. طبعا هنا نتكلم على لو فيغ بلاسي. إلي تخي بيان بلاسي، إلي تخي بيان بلاسي، هو مموضع بشكل جيد. إلي تخي بيان بلاسي، إلي تخي بيان بلاسي، هو مموضع بشكل جيد. طبعا احيانا نتكلم عن شيء ما، طبعا نضعه في مكان ما فيأخذ مكانه بشكل كامل، فنقول إلي تخي بيان بلاسي، فيأخذ مكانه بشكل تام وبشكل كافي، فنقول إلي تخي بيان بلاسي، هو تموضع بشكل جيد، يعني أنه أخذ بلاسته، يعني أنه تحط بشكل ممتاز، يعني أنه أخذ مكانه بشكل جيد. طبعا سيباستيان يشرح لمادموزيل سوزوكي موقع الفندق الجميل، موقع الفندق الممتاز أو المميز. جاسبر كيل فو بليغا، أنا آمل أن يعجبك أو أن يعجبكم. جاسبر كيل فو بليغا، آمل أن يعجبكم أو أن يرضيكم. مادموزيل سوزوكي، إلي يا كيلكو شوز دو بريفي أجوردوي، إلي يا كيلكو شوز يعني هناك شيء ما، دو بريفي من المتوقع. طبعا نتكلم عن لو فيرب بريفوار، لو فيرب بريفوار يعني توقع، فعل توقع، يعني انك تتوقع احداثا قبل حدوثها، سواء انها كانت فقط متوقعه او انها مبرمجه، او انها مبرمجه. اذا المقصود هنا il y a quelque chose de prévu aujourd'hui، يعني هل هناك اشياء مبرمجه هذا اليوم، هذا هو المقصود. اذا هي مبرمجه كانها متوقعه. اذا il y a quelque chose de prévu aujourd'hui، هل هناك شيء ما متوقع او مبرمج بمعنى اخر aujourd'hui هذا اليوم. سيباستيان، aujourd'hui je vous conduis à votre hôtel، vous pourrez vous reposer un peu، et ce soir il y a un dîner sur un bateau mouche. aujourd'hui اليوم، je vous conduis، طبعا نتكلم عن لو فيرب conduire يعني ساق او قاد، ساق او قاد. aujourd'hui اليوم، je vous conduis، أنا أسوقكم أو أقودكم. طبعا نتكلم عن لو فيرب كوندوير، ومن لا كوندويت السياقة، ومنها سياقة الشخص كما نقول لنفسه. إذا نتكلم عن السلوك، نتكلم عن السلوك، طبعا السلوك الحسن المقصود كأن الإنسان يقود نفسه بشكل جيد. لا كوندويت في معاني أخرى تعني تصرف الشخص، لا كوندويت في أصله تعني القيادة.
احيانا نتكلم على لا كوندويت دي شانجمون، كما نقول قياده التغيير، قياده التغيير نتكلم عن القياده التي تقود الى التغيير، او نتكلم مثلا عن كوندوير اون فواتور يعني انك تقود السياره. هنا عندنا جو فو كوندوي ا فوت هوتيل، جو فو كوندوي ا فوت هوتيل، انا اقودكم الى فندقكم. فو بوري فو ريبوزي ان بو، فو بوري فو ريبوزي ان بو، يمكنكم طبعا نتكلم على الفيرب بوفوار، فو بوري يمكنكم فو ريبوزي تستريحون، طبعا نتكلم عن سو ريبوزي، سو ريبوزي يعني استراحه. فو ريبوزي يمكنكم تستريحون ان بو شيئا ما او قليلا. اسو سوار وهذا المساء إليا ان ديني، إليا ان ديني هناك عشاء. سور ان باطو موش، سور ان باطو موش على قارب طبعا معروف كما ذكرنا فيما سبق. إذن اسو سوار وفي هذا المساء إليا ان ديني سور ان باطو موش، وهذا المساء هناك عشاء على ظهر قارب يسمى باطو موش. طبعا كلمة ديني بهذا الشكل بنفس هذه الكتابة ممكن أن تعني العشاء أو طعام العشاء، وممكن أن تعني الفعل ديني، ممكن أن تعني يتعشى أو يتناول طعام العشاء. إذن يتعشى أو يتناول طعام العشاء، إذن ممكن أنه يعني prendre le repas du soir، يعني أنك تأخذ طعام المساء اللي هو العشاء، prendre le repas du soir. إذن كما قلنا بأن مادموزيل سوزوكي سألت سيباستيا فقالت له il y a quelque chose de prévu aujourd'hui، قال لها Aujourd'hui, je vous conduis à votre hôtel. Vous pourrez vous reposer un peu. Et ce soir, il y a un dîner sur un bateau mouche. Et ce soir, il y a un dîner sur un bateau mouche. Tout m'attaque, mademoiselle Suzuki, avec vous? Avec vous? Ma'akum antum? Al-Maqsoud, est-ce que moi, je vais prendre ce dîner sur un bateau mouche avec vous? Hal ana sa'akhud hada al-asha ala dahr? Hada al-qarab? Ma'akum antum? Yaqul Sébastien, oui. Idan na'am. في النهاية هو أحس كأنه يفرض عليه الخروج، قال لا وي، ثم يتدارك فيقول enfin si vous souhaitez sortir، في النهاية إذا كنت تتمنين الخروج، إذا كنت تتمنين الخروج نعم ستتعشين معي، ولكن إذا لم تكوني تتمنين الخروج فهذا أمر آخر. فتجيب مادموزيل سوزوكي فتقول وي 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 نعم نعم أنا أخرج معكم لأخذ العشاء. ثم يستأنف سيباستيان فيقول ثم يقول سيباستيان اي دوما وفي الغد فيزي دو لوزين لو ماتان زيارة المعمل الصباح، المقصود في الصباح ديجوني افيك مدام بوغراب ايلو ريسبونسابل دي بيرسونيل، ديجوني افيك مدام بوغراب ايلو ريسبونسابل دي بيرسونيل، تتغدين مع السيدة بوغراب ايلو ريسبونسابل دي بيرسونيل. نتكلم ايضا عن ديجوني يعني تغدى، وممكن ان نفس الكلمة بهذا الشكل تأتي فعلا، نتكلم عن لو فيرب ديجوني يعني تغدى أو تناول طعام الغداء، إذا نتكلم عن ديجوني، وممكن كما قلنا أن ديجوني تعني الغداء أو طعام الغداء، لو بيتي ديجوني هو الفطور. إذا إي دوما فيزيت دو لوزين لو ماتان، إذا وفي الغد زيارة للمعمل الصباح، المقصود صباحا ديجوني افيك مدام بوغراب إي لو ريسبونسابل دو بيرسونيل. ثم الغداء مع السيدة بوغراب اي لو ريسبونسابل دو بيرسونيل ومسؤول الموظفين، والمسؤول عن الموظفين لو ريسبونسابل دو بيرسونيل والمسؤول عن الموظفين. لابخي ميدي بعد منتصف النهار، طبعا ميدي هو منتصف النهار، لابخي ميدي بعد منتصف النهار، طبعا كأننا نتكلم عن اسم هنا انه مكون من كلمة ابخي المقصود بها بعد، ثم ميدي التي تعني منتصف النهار، أصبحنا نقول لابخيميدي، لابخيميدي المنتصف النهار كما لو نقول إليوغا. إذن بعد منتصف النهار إليوغا إن غيونيون أفيك لو كونساي دادمينستراسيون، إليوغا إن غيونيون أفيك لو كونساي دادمينستراسيون. طبعا عندنا هنا إيل ثم عندنا إيغريك ثم عندنا إيغريك التي تعوض مكان ما ثم أوغا، هذا لو فيرب أفواغ. طبعا افوار كما نلاحظ ياتي بعده اسم اللي هو اون غيونيون، اذا هو يفيد هنا الملكيه، اذا المقصود هنا إليوغا اون غيونيون سيكون هناك كما نقول في ذلك المكان او في ذلك الزمان، هاد إيغريك هي التي تعوض ذلك المكان او ذلك الزمان، سيكون هناك
عندما نقول إليا المقصود أنه هناك الآن. طبعا هنا هاد أفوا هو مصرف في الفيتور سامبل، إين غيونيون، إذن سيكون هناك اجتماع. طبعا نتكلم أحيانا على لوفارب غيونير يعني أنك تجمع، أو نتكلم على لوفارب سوغيونير يعني اجتماع، كأن الأشخاص مثلا يجتمعون. إذا نتكلم على لوفارب سوغيونير هنا نتكلم على غيونيون، إذا نتكلم عن الاجتماع. Il y aura une réunion، سيكون هناك اجتماع، avec le conseil d'administration، مع مجلس إدارة كما نقول، avec le conseil d'administration، مع مجلس الإدارة. مادموزيل سوزوكي، d'accord، إذا متفقة. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir، je préfère me reposer. إذا je pense، أنا أفكر، المقصود أنني أظن. Je ne vais pas sortir ce soir، أنا لن أخرج هذا المساء. إذا طبعا كما نلاحظ بأن غيرت رأيها، داكور، إذا أنا متفقة. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir، je pense que je ne vais pas sortir ce soir. طبعا بدون هاد لا نيغاسيون تقول Je pense que je vais sortir ce soir، أنا أظن بأنني سأخرج هذا المساء. Je vais sortir، طبعا هذا الزمان تكلمنا عنه فيما سبق، يستعمل فيه لو فيرب الي كمساعد، يسمى لو فيتور بروش. اذا نتكلم عن المستقبل القريب، المستقبل القريب. طبعا هذه العباره هي ترجمه حرفيه لما نقوله باللهجه المغربيه. نقول انا غادي نخرج، انا غادي نخرج، غادي كما لو نتكلم عن لو فيرب الي، كما لو نتكلم عن لو فيرب الي فعل ذهب. اذا انا غادي نخرج المقصود بأنني ذاهب لأخرج كما لو نقول، ولكن هي تعني بمعنى آخر أنني سأخرج قريبا جدا. هنا طبعا هي تنفي هذا الأمر، تقول ماذا؟ Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. طبعا لو فيرب آلي ماذا نقول؟ Je vais, tu vas, il va, ثم nous allons, vous allez, ils vont. هذا صرف لو فيرب آلي في البريزون. تقول هنا Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. أنا أظن بأنني لن أخرج هذا المساء. Je préfère. Je préfère. أنا أفضل. طبعا لو فيرب préférer هو فضل. Je préfère me reposer. أنا أفضل me reposer. أستريح. لو فيرب se reposer هو استراحة. إذا لو فيرب se reposer هو فعل استراحة. Je préfère me reposer. أفضل أستريح. أنا أفضل أستريح. ثم يقول سيباستيان وي vous avez raison، vous avez raison، نعم أنت عندك حق. vous avez، vous avez. عندنا لو فيرب avoir، طبعا أتت بعده كلمة raison، أتت بعده كلمة raison. طبعا كلمة raison عندها مجموعة معاني، ممكن أن تعني مجموعة معاني، منها الرشد، نتكلم على l'âge de raison، منها الحكمة، ومنها مثلا كما نقول الحق. vous avez raison كما نقول انتم عندكم حق. je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel. je vous laisse انا اترك لكم. je laisse انا اترك. je vous laisse انا اترك لكم. كما لو يقول هنا انا اترككم، ممكن انك تقول لشخصين je vous laisse انا اترككم، ممكن انك تقول لشخصين ما je vous laisse أنا أترككم. طبعا هنا تعني معنى آخر Je vous laisse، لأنه أكمل الجملة، يقول Je vous laisse ma carte، أنا أترك لكم بطاقتي. Je vous laisse ma carte، أنا أترك لكم بطاقتي. avec mon numéro de téléphone personnel، أنا أترك لكم بطاقتي مع رقم هاتفي الشخصي. نتكلم على بيرسون يعني الشخص، طبعا هي كلمة مؤنثة، نتكلم على بيرسون أحيانا يعني الأشخاص. personnel يعني شخصي. oui vous avez raison، نعم عندكم حق. je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel، انا اترك لكم بطاقتي مع رقم هاتفي الشخصي. مادموزيل سوزوكي merci، اذا شكرا. ثم يقول سيباستيان vous parlez très bien français، vous avez vécu en france، vous parlez très bien français، vous avez vécu en france، اذا vous parlez، طبعا انتم تتكلمون. très bien، جيدا جدا، فرنسي فرنسية، إذا أنتم تتكلمون جيدا الفرنسية. vous avez vécu en France، طبعا نتكلم على لو فيرب
vivre, le verbe vivre. ومنها la vie يعني الحياة أو العيش. نتكلم هنا عن le verbe vivre يعني فعل عاش أو حي. La vie الحياة أو العيش. ماذا نقول في البخيزن يعني في الحاضر؟ le verbe vivre au présent. Je vis, أنا أعيش. Tu vis, أنت تعيش. Il vit, هو يعيش. Elle vit, هي تعيش. Nous vivons, نحن نعيش. Vous vivez, أنتم تعيشون. Ils vivent, هم يعيشون. Elles vivent, هن يعيشن. Vous vivez, أنتم تعيشون. Ils vivent, هم يعيشون. Elles vivent, هن يعيشن. طبعا في الباسي كومبوزي نقول J'ai vécu, أنا عشت. Tu as vécu, أنت عشت. أو أنت عشتي. Il a vécu, هو عاش. Elle a vécu, هي عاشت. Nous avons vécu, نحن عشنا. Vous avez vécu, أنتم عشتم. Ils ont vécu, هم عاشوا. Elles ont vécu, هن عشنا. طبعا كما نلاحظ بأن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل vivre هو vécu. هاد لو بارتيسيباسي هو اللي تنستعملوه في كل أزمنة المركبة اللي تيكون فيها avoir أو être زائد هاد لو بارتيسيباسي. بحال لو باسي كومبوزي, بحال لو بلوس كو بارفي, بحال لو باسي انتيريور أو لو فيتور انتيريور. إذا نتكلم عن كل هاد الأزمنة المركبة اللي تتحتاج المساعد. مع المساعد نضع هاد لو بارتيسيباسي. طبعا هاد لو بارتيسيباسي نضعه مع لوكسيليار اتر أو لوكسيليار افوار مصرفا في زمن بسيط لنحصل في النهاية على زمان آخر مركب له معنى آخر. مثلا في الباسي كومبوزي عندنا لوكسيليار افوار في البريزون. نقول جي تو يا إل آن وزافون فوزافي إيلزون. ثم نضيف له هاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فيفغ لنحصل على الماضي بمعنى معين في النهاية. طبعا سيباسيا يقول لي مادموزيل سوزوكي vous parlez très bien français, vous avez vécu en France. سيباسيا يقول لي الأنسة سوزوكي vous parlez très bien français, vous avez vécu en France. Vous avez vécu en France. أنت تتحدثين جيدا الفرنسية. هل أنت عشت في فرنسا؟ إذن مادموزيل سوزوكي الأنسة سوزوكي تقول ماذا؟ Oui, j'ai étudié le français pendant 2 ans à Tours. أنا درست الفرنسية لمدة سنتين à Tours. بمدينة فرنسية تسمى تور تقع بوسط فرنسا. إذن Oui, j'ai étudié. طبعا لو فيرب étudier يعني درس. إذن نتكلم عن les études. أحيانا نتكلم عن les études يعني الدراسات. Les études المقصود بها الدراسات. ومن فعل étudier ومن فعل درس. أحيانا نتكلم عن l'étudiant. أحيانا نتحدث عن l'étudiant كما لو نقول الدارس ولكن المقصود بها الطالب. l'étudiant المقصود بها الطالب كما لو نقول هنا الدارس. Oui, j'ai étudié le français pendant 2 ans à Tours. Pendant أثناء أو لمدة 2 ans سنتان à Tours في مدينة Tours. Oui, نعم, j'ai étudié le français. أنا درست الفرنسية pendant 2 ans لمدة سنتين à Tours في مدينة Tours. يقول سيباستيان je n'aurais pas besoin de vous parler en japonais alors. Je n'aurais pas besoin, أنه لن يكون لي حاجة. طبعا عندما أقول j'aurais besoin يعني أنه سيكون عندي حاجة. هاد بزوان هذا رئيس تعني حاجة. طبعا هاد الاسم يأتي بعد لو فيرب افوار الذي قلنا عنه بأنه في هاد الحالة يفيد الملكية. عندما يكون عندنا لو فيرب افوار يأتي بعده اسم فهو يفيد الملكية سواء حقيقة أو مجازا يعني معنويا. إذن هنا عندنا الملكية معنوية. جوغي بزوان كما لو يقول الشخص أنا ستكون عندي حاجة. كما لو يقول أنا سأمتلك حاجة. عندما أقول جوغي ميكلي أنا سيكون عندي مفاتيحي. هنا ملكية حقيقية. عندما أقول جوغي بزوان أنا ستكون عندي حاجة كما لو أن هذه الملكية مجازية. عندما أقول مثلا جوغي ميكلي أنا ستكون عندي مفاتيحي. إذا الملكية هنا حقيقية سأمتلك شيئا ملموسا. ولكن عندما أقول جوغي بزوان يعني أنا ستكون عندي حاجة كما لو أقول أنا سأمتلك حاجة هذه الملكية فقط
معنوية. طبعا في الحاضر ماذا أقول؟ جي ميكلي، أنا عندي مفاتيحي. جي ميكلي، أنا عندي مفاتيحي. طبعا نصرف لو فيرب avoir في البريزون، أقول جي، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. نتبع الصرف ما نشاء من الأسماء. جي ميكلي، tu as ta clé، il a sa clé، il a sa clé، هو عنده مفاتيحه، إلى آخره. ولكن في الفيتور، في المستقبل، ماذا أقول؟ جوري ميكلي، كما لو أقول سيكون لي مفاتيحي أو سأمتلك مفاتيحي. طبعا عند الكلام على المستقبل أصرف لو فيرب أفوار في المستقبل. جوري ميكلي، أنا سأمتلك مفاتيحي. تي أورا تاكلي، أنت سيكون لك مفاتيحك أو ستمتلك مفاتيحك، إلى آخره. جوري، تي أورا، إل أورا، نوزورون نوكلي، نحن سيكون لنا مفاتيحنا أو نحن سنمتلك مفاتيحنا. أو نقول مثلا كما عندنا هنا نوزورون بزوان، نحن سيكون لنا حاجة، يعني أننا سنحتاج، بمعنى آخر يعني أننا سنحتاج. لكن هم لا يقولون نحن سنحتاج، هم يقولون نحن ستكون عندنا حاجة، هكذا تقال. طبعا نحن نفهمها نحن سنحتاج، إذا نوزورون بزوان، نحن ستكون عندنا حاجة. فوزوري بزوان، أنتم ستكون عندكم حاجة. إيلزورون بزوان، هم ستكون عندهم حاجة، المقصود أنهم سيحتاجون. إذا هنا سيباستي يقول جو نوري با بزوان دو فو بارلي اون جابوني الوغ، جو نوري با بزوان دو فو بارلي اون جابوني الوغ. إذا يقول لا سيباستيان، أنا لن تكون لي حاجة لأحدثك أو أكلمك باليابانية. إذا جو نوري با بزوان دو فو بارلي اون جابوني الوغ، أنا لن تكون لي حاجة لأكلمك باليابانية. إذا فتقول مادموزيل سوزوكي، أه فو بارلي جابوني، أنتم تتحدثون اليابانية، فو بارلي جابوني. إذا يقول سيباستيان، نو سي اون بليزونتري، جو نو سي كو كيلكو مو. أه فو بارلي جابوني، أه أنت تتكلم ياباني. إذا هي تعبر عن اندهاشها، تظن بأن سيباستيان يتكلم اليابانية. أه فو بارلي جابوني سيباستيان، نو لا سي اون بليزونتري، سي اون بليزونتري. بليزونتري المقصود بها كما نقول مزحة أو مقلب، إنها فقط مزحة. نو سي اون بليزونتري، لا إنها فقط مزحة. جو نو سي كو كيلكومو، أنا لا أعرف. الأصل أن يقول جو نو سي با، أنا لا أعرف. طبعا هو يستدرك فيقول كو كيلكومو، إلا بعض الكلمات، كما لو أنه سيقول جو نو سي با، أنا لا أعرف، ثم يستدرك فيقول كو كيلكومو، إلا بعض الكلمات. Je ne sais que quelques mots. أنا لا أعرف. طبعا عندنا لو فيرب savoir في البريزون. Je ne sais que quelques mots. Je sais، أنا أعرف. Je sais quelques mots، أنا أعرف بعض الكلمات. ولكن عندما يقول Je ne sais que quelques mots، أنا لا أعرف إلا بضع كلمات. منها مثلا كونيشيا، التي تعني موضوع اليوم. طبعا بحثت عن هذه الكلمة وجدتها تعني موضوع اليوم. طبعا هذا النطق يكتب بطريقة أخرى بالياباني، بالحروف اليابانية ننطقها كونيشيا، كما نقول موضوع اليوم. ثم يذكر سيباستيان أجيمي ماشيتي، إذن كما نقول باللغة الفرنسية أنشانتي أو بيان غافي دو فو كونيتر، كما نقول باللغة الفرنسية أنشانتي أو بيان غافي دو فو كونيتر. المقصود بها غافي أو بيان أنشانتي دو فو كونيتر، يعني أنني فرح بمعرفتك. في اللغة الإنجليزية نقول nice to meet you، كما لو نقول enchanté ou bien ravi de vous rencontrer، ou bien ravi de vous rencontrer، يعني أنني فرح بلقائك. to meet في اللغة الإنجليزية تعني التقى، nice تعني جميل أو لطيف، كما لو نقول لطيف أن ألقاك أو جميل أن ألقاك. enchanté de faire votre connaissance، فرح بأن أجعل معرفتك، فرح بأن أقوم بمعرفتك. enchanté de faire votre connaissance، أنا فرحون بأن أفعل أو أقوم بمعرفتك. طبعا العبارات تختلف لكن المعنى واحد، أنني فرح بلقائك أو فرح بمعرفتك. إذا هذه بعض الكلمات اليابانية التي يعرفها سيباستيان. إذا فتقول له مادموزيل سوزوكي،
فورميدابل فورميدابل هائل. أجيمي ماشيتي فرح بلقائك. فورميدابل هائل. أجيمي ماشيتي فرح بلقائك باليابانية. أجيمي ماشيتي طبعا هي من الكلمات الأكثر استعمالا في اليابانية. ثم يقول سيباستيان نوسومز أريفي نحن وصلنا. طبعا عندنا لو فيرب أريفي يعني فعل وصل ومنها لاريفي يعني الوصول ومنها لاريفي يعني الوصول. نصهم أغيبي نحن وصلنا. طبعا لو أراد الكلام عن الحاضر لقال نزاغيبون نزاغيبون نحن نصل. هو استعمل الباسي كومبوزي طبعا الخاص بفعل أغيبي والذي يصرف مع الأكسيليار إتخ كما نلاحظ يصرف مع المساعد إتخ كما نرى. نصهم أغيبي نحن وصلنا. إذا نكتفي بالقدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.